تبدأ حاضرة اعتناد بعد. أهم الأولويات بالنسبة في ولاية جفصة، خاصة أنها ولاية معروفة بعديد الملفات، الحوض المنجمي، طلبات التشغيل، الفلاحة، عديد هذه الملفات، لكن أبرز الأولويات بالنسبة لكم العمل. جفصة كما كل ولاية تونس ضرورة التدخل على جميع الجوانب، وتمثل المشاكل تمثل موضوعي. نحن اليوم الأول من مباشرتنا نعلم جيدا أن هناك العديد من المشاكل، وسنحاول أن نحلحل هذه المشاكل بالقدر المستطاع. هناك مشاكل على مستوى جهوي تحل على مستوى جهوي بأداة جهوية، وهناك مشاكل تحل إلا بأداة مركزية، تدخل الدولة وتدخل الحكومة وتدخل جميع السلطات على مستوى المركز. نعلم جيدا أن قفصة تاريخ، قفصة الحضارة، ما أخذتش حقها كما يجب في التنمية. نحن سنكون هنا نخدم هذه الجهة من الموقع متاعنا وبالإمكانات المتاحة. المهمة صعبة ولكن العزيمة قوية، وشكرا لكم. ربما هي كلمة للمتسكني ولاية قفصة في يومك الأول للعمل، شنو اللي توجه للشباب قفصة ومتسكني قفصة عموما؟ يعني شباب قفصة، جميع الشباب رفع الشعار الكبير تشغيل استحقاق، ومطلب التشغيل هو حق دستوري، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نتناسى هذا الملف. سنشتغل على هذا الملف اشتغال عقلاني، اشتغال يستجيب لهذا الظرف الموضوعي. من حق الشباب أن يطالب في الشغل، لا نستطيع أن نحجب هذه المشاكل ونقول أن ليس هناك مشكلة، هناك العديد من الأشكاليات. من موقعنا نحن سوف نحاول أن نتمثل طبيعة هذه المشاكل ونجد حلول علمية وحلول تستجيب للواقع، ليست حلول مبنية على الأوهام وتسويق الأحلام الوهمية. وشكرا لكم.